القمة العربية في دورتها 26 تبحث 11 بندا أهمها الملف اليمني وآلية تعزيز التعاون بين دول التحالف لضمان استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تحقيق أهدافها، وهي قمة يتفاوت رأي الشارع الأردني حيالها، خاصة أنها تتزامن مع العمليات العسكرية في اليمن، وهو ما دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى الخروج عن صمتها، حيث وصفت في بيان لها أن ما يقوم به الحوثيون فتنة عظيمة، مطالبة إياهم بتغليب صوت العقل والحكمة بالانسحاب من جميع الأماكن التي احتلوها وإلغاء كل ما أحدثوه على أرض اليمن ورد المظالم إلى أهلها. الأحزاب السياسية الأردنية أعربت عن تفاؤلها بهذه القمة التي تعقد بعد توحد العرب لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر أبرز التحديات أمام الأمة. نحن نتمنى حقيقة بأن ما يخرج من مخرجات عن مؤتمر القمة الحالي يكون مختلفا تماما عن مخرجات القمم السابقة. الوطن العربي يتعرض إلى محاولات التجزئة والتقسيم. الوطن العربي هناك عدوان كامل من قبل القوى الإرهابية والظلامية على هذا الوطن. نتمنى على هذه القمة أن تأخذ قرارات هامة فيما يتعلق في محاربة الإرهاب والمتطرفين، ونتمنى أيضا أن تأخذ القضية الفلسطينية البوصلة الرئيسية التي حولت من القدس إلى مناطق أخرى. المواطن الأردني العادي ما زال يطمح في أن تكون القمة العربية في دورتها 26 أكثر نجاحا من سابقاتها، وينتظر التوصل لقرارات مهمة لبلورة نهج يعالج قضايا الوطن العربي الذي يمر بفترة شديدة التعقيد، خاصة أن المشهد السياسي العربي يزداد سوءا. إن شاء الله أنه يكون في قرارات حاسمة المرة هاي، ويصير في تغيرات، ما يصير في أي مجرد حكي والسلام يعني كالعادة زي ما بنسمع، لأنه الوضع صار لازم ينحسم. بهيك مؤتمرات وبهيك قرارات ممكن تطلع، بتمنى جد إنه يكون في حكمة في هاي القرارات للرؤساء أو لكل حدا موجود، عشان هذا الإشي كتير بهم البلد، وهذا الإشي لقدام بيأثر يعني سلبا أو إيجابيا. فإحنا بدنا نشوف هذا القرار إيش رح يطلع، وبصلي إنه جد ربنا يكون قادر يعطي الرؤساء والحكمة عشان يقدروا يكملوا بالقرارات الصح. المنطقة العربية تواجه تهديدا وجوديا لم يسبق أن استشعرت أنها واجهت تحديا لهويتها العربية كالذي تواجهه اليوم، وبعض الأطراف الخارجية تستغل الظروف التي تمر بها دول عربية للتدخل في شؤونها من خلال خلق النزاعات والخلافات. أمين سليم، رؤيا.